لا ملازمة بين الحوار والإصلاح، فإذا وجدت الإرادة الإصلاحية عند القادرين على الإصلاح المالكين لأسبابه أنفذوه بلا حاجة إلى الحوار، وسدوا بذلك أبواب الفتن. وإذا غابت الإرادة الإصلاحية فلا جدوى في ألف حوار ولا مليون حوار. وقد يتخذ الحوار وسيلة للاعتذار عن الإصلاح والتنصل منه أو لتسويفه وتطويل عمره. وإذا كان الحوار سيخلق حالة حرجية للمطالب بالإصلاح تصعب عليه تجاوزه وتسويفه، فإنه هنا سيحاول ما استطاع غلق باب الحوار. وفي كل مرة يرفع شعار الحوار ليتوارى بسرعة أو يتنكر له من السلطة التي رفعته ليعلن عن عدم جديته أساسا، وأنه إنما كان لمناسبة سياسية معينة وغرض إعلامي ولإحراج المعارضة والتخفيف من ضغط الخارج، يقلل من قيمته حتى عاد هذا الشعار لا يلفت النظر ولا يستقبل بأي اهتمام من قبل الشعب، وقد يتجه البحث عن خلفيته الإعلامية والغرض السياسي المؤقت الذي يقف وراءه ويحركه. صفعة أرادت أن تغتال براءة الطفولة الغضة، وترعب طفلاً في عمر البراعم، وتحطم نفسيته، وتعقد مستقبله، وتهز كل كيانه هزا. وكم واجهت الطفولة البريئة داخل البيوت في ساعات الليل والنهار وفي السيارات والأماكن المختلفة من مشاهد العنف والقسوة التي تمارس في حق الآباء والأمهات، فأرعبتها لتترك في نفسية جيل المستقبل آثارا مدمرة لصدمات عنيفة. ظرف صعب، واقع حرج، معاناة مرة لا تسمح لهذا الشعب التواق للحرية، الشاعر بكرامته، المعتز بقيمة إيمانه، المقدر لإنسانيته، أن يفكر ولو للحظة واحدة في التنازل عن مطلب الإصلاح الجدي الذي يؤمن له الحرية والكرامة، ويقدر له انتماءه الإيماني وإنسانيته، ويحفظ حقوقه ويعترف له عملا بموقعه.